آه على سلامتكم يا الحباب بالشيخ الليل الفنان كل يوم يهضر بالآداب. بارك الله عليكم يا أيها الناس. هذه واحد القصيدة وقصيدة فيها شوية ضحك، بغينا نضحكوا شوية. بلاد من نهار يضحك، نهار يقول كلام ديني، نهار الحلقة، نهار مسرحية. الشيخ الليل الفنان هو هذا ما عطاه ربي، الحمد لله. الناس اللي متبعيني على القناة كيقول لك هو ديرنا كلمة انت الضحك، ورحنا نعاونوك بابوني. انا قام كنقول على ابوني، ولكن الناس اللي يعرفوا الكلام راهم واقفين معايا. لا ما نحشم لا والو، تحياتي للرجال اللي يفهموا يبغوا يعاونوا خوهم المسكين. الشيخ علا كتعاونوني في الحلقة، كتعاونوني يعني في الزنقة، كتعاونوني نعم سيدي بابوني. بلا ما نقول لكم انا الجمهور عايش معكم. الله يطول لكم في العمر يا احبابي، يا الاصدقاء ديالي، يا المتبعين ديالي، رجال نسوان شباب شبان فتاة فتيات. والدنيا ناقصة غادية راها مروحة. ايه هذه واحد القصيدة نضحكوا فيها. واحد اليوم كنت جاي مع بالساحة نتاع باب سيدي عبد الوهاب غادي نسارة. واحد اليوم كنت غادي نسارة نتمشى وندور في ساحة سيدي عبد الوهاب، ارواحو تصنتوا ليا حضرة واسمعوا لها بكلام غادي في الآداب. انا راني غادي نشوف حتى نلقى زوج بنات. ماشي كنهضر على البنات كاملين، لا، كاين لاليتي البنات المحترمات المشرفات، بنات الاصل والمفصل. واش حنا الرجال بحال؟ لا، حتى النساء ماشي بحال. كيفاش نتمشى؟ بقيت نتبع هذوك البنات لابسات الميني جيب. هذوك جوج بنات دايرين يعني واحد الكسوة ماشي نتاع الحياة، ماشي نتاع الحشمة، ماشي غير خلطت انا وبقيت نقول. الا انا احنا الفنانة نعرفوا ما نقولوا. بقيت حاضيهم بالعين ونشوف. واحد قال له يمكن كان تابعهم الشيخ على الطماع. لا انا ما كان طماعش، طمع طاعون، ولكن الفنان كيبغي يدي واحد الخبرة. تحياتي لسيادي الفنانة، تحياتي للفنانات. يا سيدي لقيتهم هزاو مشاو ياكلوا كران، وانا حاضيهم بالعين يعني بان لي عليهم القصيدة بانت. ياكلوا يا سيدي وما يعرفوش تا ياكلوا كران، ما تعروبيات، ما تقع منين جاو، والله ما عرفت قاع منين. عاطين هالكران وهذا وطيح لهم على الصدر نتاعهم واحد الفضيحة، ما يعرفوش تا ياكلوا. سبحان الله، هاو راه كاين بنادم اللي يعرف ياكل، كاين اللي ما يعرفش ياكل، سبحان الله. كلاو شربوا ذاك العصير مشاو يدورو، وانا نلقاهم يصيدوا في الشبان. ايه يا الشيخ علال هذو راهم خارجين ليها، ايوا خصني ندبر عليهم قصيده. ويا تشوفني وحده قالت لي ماج علاش راك تابعنا، علاش راني تابعكم. قلت لها اختي غير عجبتوني وراني نشوف المناظر، واش انا ما تعرفونيش؟ قالت لي سيدي ما نعرفوكش وما تبعناش. قلت لها انا هو الشيخ علال الفنان منطقة، الشيخ علال الوجدي الفنان منطقة الشرقية، وراني باغي نجيب واحد الأغنية. وهي الأخرى قالت لي سيدي قالت لي السكتي هذا راني نعرفه، كان شوفه في التلفازة، كان سمع بيه في الراديو، كان ندخل القناة نتاعو. يا سبحان الله يعرفوني، ما كاين مشكل. واسمعوا هاد القصيدة على البنات اللي ياكلوا كران، ولكن ماشي على النساء كاملين، هادو غير هادو زوج بنات خاص. تحياتي للنساء. نبدأ باسم الواحد الرحمن وخالق العباد مولايا، وقلبي بالغيظ راه ملان ذي الجيل الداتو الهوية. لقيت الطفلات ياكلوا كران،
بالكاس كروت متعة هي تحت الركبة كل شيء عريان، ودارت لباس رومية والسالف مقصوص بالثمان، ذي الطفلة بولات عصرية في الشوطية تصيد الشبان، تقابر إلى كان شينية وتتاوى معاه في الثمان، وداتو للدار يا خويا تفرز المكسيم على العريان، مول المال تقول له خويا ولا تجول في البلدان. هذه الطفلة مشات ضاحية تكمي في الشوريم على الدخان، بالسهرات حظات مبلية وتقسم الرز في الكيسان، وفي البار دانسي هي ياه يا الغالط ولا تحت هي تجول في الكيران، وفي الكباري دانسي هي تقسم الرز في الكيسان. هذه الطفلة مشات ضاحية. تحياتي للبنات اللي حاضين شرفهم وحاضين القيمة نتاعهم، ماشي اني نقول على هذوك يعني اللي خرجت الحقيقة، غير توصل 60 عام 50 عام 70 عام تلقاها غادية مع الطريق وتفافي وقابضة العصا وتمشى. يا ولادي فين راه هدايا هاد الطريق؟ يا راه هدايا امك الجهنمة، فين راه هدايا الطريق؟ راه هداياك الجهنمة، ما شتيش الطريق نتاع الله في اللي خليتيها. والسلام عليكم وتحياتي إليكم، وبغيت نهدي لكم هذا الفيديو وعلى سلامتكم. والشيخ علال خوكم الفنان كل يوم نشط معكم، ما دامني في الحياة كل يوم فيديو، إوا نهار اللي نموتو نخليوه تاريخ تراث ثقافي للبلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.